أهلا بكم في أخبار المساء. يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فيشمل برعايته السامية حفل تدشين مدينة السلطان هيثم بقصر البركة العامر. واستمع جلالته عاهل البلاد المفدى إلى شرح واف عن المدينة المستقبلية الذكية من خلال مجسم للمدينة التي ستقام في ولاية السيب، وتعد نموذجا جديدا لبناء المدن المستدامة، كما تحاكي الحياة العصرية وتطلعات الشباب في سلطنة عمان. أصدرت هيئة حماية المستهلك العقوبات الجزائية الآتية: غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد عن 1000 ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة لتداول التبغ، وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. نظراً لانتشار الشائعات وبث المعلومات الخاطئة للحالات المدارية بخلاف ما تنشره الأرصاد الجوية العمانية، تنبه هيئة الطيران المدني الجميع على ضرورة استقاء المعلومات الطقس الصحيحة ومتابعة النشرات الجوية الصادرة من مصادرها الرسمية. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstory.com.